السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، إحنا الآن في بادية البتيرة. تتخيلون كل هذا الخضار اللي حولي هو خضار غير مزروع، كل هذا الخضار اللي حولي هو خضار طبيعي، يعني مكان كلش مؤنس، كلش جميل وكلش نظيف أيضا. هسه راح نروح نحاول نصور لكم هذول الناس مثل البدو يلمون الرشاد البري يسمونه، هذا اللي يطلع بالهيج بالاراضي يلمون قواني هواي ويودوه لبغداد. السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، احنا الان في محافظه ميسان مدينه الحب والجمال في باديه منطقه البتيره، ويانا الاخوان علاء ابو تقى والسيد باسم، وراح راويكم هاي الناس هنا منتشره بهذا المكان شو تسوي. يلمون رشاد البر، يلمون رشاد البر، شوفوا هواي ناس منتشرة. طبعا قبل قليل قبل لا نجي هنا كانت أعداد سيارات منتشرة، بحيث تحس أكو فد احتفالية أو فد شي، ناس منتشرة كلش هواي، أغلبهم كانوا يمكن مو من محافظة ميسان، هم يأخذون يبيعون الغير محافظات. فشوفوا شي يسوون، يجمعون هاي القواني. هذا رشاد البر، هذا الرشاد، الله شوف هذا ريحته تخبل، ريحته كلش طيبة كلش طيبة. وهو طبعا حسب ما يوصفون انه ايضا هو صحيا جيد جدا للعلاجات وكذا. سيد باسم، اخذ علاقة تلقاها بال، اصدقاء السنة سنة خير مو طبيعية من ناحية وفرة المياه، ومن ناحية الأدغال اللي طلعت، ومن ناحية راح تصير الثروة الحيوانية، من ناحية الأعلاف اللي راح تصير للأبقار والخرفان الأغنام. راح طبعا الخروف يتكاثر كل 6 أشهر، مو كل سنة، كل 6 أشهر إذا أكو غذاء جيد يجيب واحد، وبالسنة يجيب 2 إذا كان الغذاء جيد جدا. فهي السنة بعد مبينة الحمد لله، أكيد راح يجيب 2، فراح تصير وفرة كلش قوية بالثروة الحيوانية وبالثروة السمكية وبالثروة الطيور المهاجرة، لأنه الطيور المهاجرة السنة أغلبها راح ترجع إلى بلدانها دون أن تنصاد، لأنه طشت في كل الأراضي، بدل أن تنزل بس عند أبو الدوشة اللي يصيدها على مود يوفر لها الطعام، قامت تطش في كل مكان. يا الله، سلام عليكم. شلونك عيوني؟ شلون صحتك؟ زين ان شاء الله. شلونكم؟ زين. تلم رشاد البر؟ اي والله. عاشت ايدك وايدك. هسه هو وين هنا؟ هو هذا هسه. اي هذا. شوفه هذا بس بعد صغار. ها اي صغار. اي اي غادي شويه ذاك كبار هيك. ها هذا النادين عليه الجماعه. اي وانا من ساعه جيت لقيت بيكابات هواي وناس نازله كلش هواي، بس ما لحقت عليهم علامات. اي جيت اصور يا حسن. ها مشيت كلها. خلنا لح اخو، ماكو نسوان؟ ما نسوان، خاف ما يقبلون يصورون. والله تصور هذول لك زلم غير بهم بيهم نسوان. لا خلينا نتجنبهم احسن، ماخذين راحتهم بشر. هذا اصدقائي، هذا رشاد البر، هذا الفارش روحه صاير كانه هيك، هذا كانه نجمة صاير. اي فنرجع نقول السنه وفرة ماء سببت وفرة نبات، وطبعا الرطوبة والنبات صار كوابس إلى الغبار، ما يطلع غبار ما يصعد، وهذا شيء كلش جيد. هنا أنا هذا همك هواي، هذا هواي منه. للأسف إنه قبل قليل ما صورت لكم، يعني إحنا كنا نريد نروح نقعد على صفحة هناك سوي شاي ونتغدى، ففتنا عليهم كانت أعدادهم مو بهالبساطة، يعني 3-4 سيارات وفد 10 نفرات هيك، لا كان أعداد كبيرة جدا من الناس تمشي وسيارات، وأكو ناس هيك هي جاية من أصدقائي. وهنا هسه ويانا الأخ صلاح من بغداد، هو اللي يجمع الرشاد يبيعه في بغداد. شلونك صلاح؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ رحم الله والديك. صلاح صار لك هواي بهاي المهنه؟ والله صار لنا قبل، لان احنا كنا هنا بال، ها ساكنين هناك كنا بالدجيلي.
بالدجيل اي وتطلع على الكوت غير؟ اي على الكوت. هسه هو هذا احنا حاليا بالشعب بغداد. ها ها هسه هذا هو اي هذا الشعب. اي والله شلون شلعته؟ من جوا؟ اي بس قص عرقه حتى تطلع ايه. كامله. اي تطلع كامله زين. والله انت هناك هسه تبيعه بالعلوه لو تبيعه انت؟ لا نبيع هيك بالسوق نفطر بيه بالسياره. ها ها والله يعني بلف كل علاقه بلف. اي هو ايه. عليه رغبيه لان كل ايه. سنه مرغوب ايه. مرغوب اي اي لانه يمشي. عليكم السلام ورحمه الله. على هذا هوايها. اي هذا جماعي. ها مش عارف والله على 100 توهم من بغداد؟ لا احنا عماره بس من جينا قبل ساعه ونص ساعتين كنا ايه؟ رايحين هناك نفطر ونسوي شاي ونتغدى. اي وشفنا هناك سيارات وناس ايه نازله هواي ايه ربنا نسجل نصور بس كانت وياهم نسوان هواي استحيل. ايه صحيح والله قلت خاف يجوز ما يقبلون له هاي بس هسه من جيت شفتكم وبحثكم قلت هاي فرصه خلها. لا والله خوش يعني خلها اصورهم خير من الله. هم تلم فطر؟ والله فطر ماكو هسه. اي هسه ماكو اي ماكو لان قاع كلها انكربت زرعت. اي لا هو بعد 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 له بعد له بعد له بالشهر هيك تقريبا. اي تقريبا شهر هيك. اي بس السنه نعمل مطار والخضره هو خير من الله رحمه. اي والله اي والله زرع ورحمة. وهذا هم رشاد؟ لا هذا اي رشاد. إيه هذا رشاد بس هذا مو رشاد هذا يسمونه هذا رجيجه. إيه هذا اي هذا قريص يسمونه. إيه هذا احنا نسميه رجيجه. اي هذا الرشاد. اي إيه بس هذا صغار هنا اللي غادي هو اكبر. اي اكبر. اي اكبر. اي هواي والله. إيه على الاطول ماكو احر يصير اطيب. إيه اي صح يصير بعرق طويل السكين هو بالسكين وانا عندي بالسياره سكين مو هيك ما يصير على على مد يطحن العرق ماله بس لا لا قطعه قطعه بس هو لا تقطع بسكين احسن فاضل هيك طين بيه وشي طين سبحان الله هاي الارض جرداء سنين طويله اي مجرد ما اجاها المي اهتزت وربت اهتزت و اهتز خصرها القاع اي والله وجعلنا من الماء كل شيء حي والله هسه بعد كم يوم ينزل الفطور هم نجي نسوي لنا حمله ونصور هذن صراحه هذن كبار العيد وذاك الوراكم طبعا صلاح قاعد يسخت وذاب بالشغل كله على النسوان مبين لان والله واقف لازم التليفون يخابر يخابر اسيا مجاني والظاهر هم الموضوع بي شس بي انه وصار له ساعه يخابر انا باوع خطيه على ذني بناتهم يروحن يجيبن قوانه ويرجعن وصلاح تليفون وذاك